مبدئيا عايزك تعرف ان العمل المشترك ما بين التضخيم والتنشيف اللي انت هتبعد عن 3 حاجات اساسيه: المعجنات، اي حاجه تحتوي على الدقيق الابيض، المقالي بكل انواعها، السكريات، السكر الابيض اللي هو بتاع الشاي والقهوه ده ممنوع تماما. لو انت بدات المرحله بتاعت اللي انت خلاص عايز تضخم، لازم تعرف ان دوت ملوش اي علاقه خالص بالتمرين. انت كده كده هتروح التمرين وهتشيل اوزان تقيله، لان هي ديت اللي بتبني العضلات. الموضوع كله متعلق بالتغذيه. الكل دلوقتي بيتكلم عن المثلث الذهبي بتاع التغذيه والنوم والتمرين، بس في حاجه رابعه هي يعني ما تقلش اهميه عنهم، وهي السعرات الحراريه. لو انت ما بتاخدش سعرات حراريه اعلى من اللي انت بتحرقه على مدار اليوم، انت جسمك مش هيزيد كتله عضليه ابدا. وهنا نيجي لانواع التضخيم، وهم نوعين: الكلين بالك والديرتي بالك، او التضخيم الجيد والتضخيم السيء. النوعين لازم تدخل فيهم سعرات زياده عن حاجتك، ولكن الفرق في نوعيه السعرات دي. في الديرتي بالك بياكل كل حاجه بتيجي قدامه: دهون، مقالي، نشويات، كربوهيدرات بسيطه، سكريات، حلويات، شجر، كليوباترا، بكسويت، اندومي. وطبعا ده هيخليه مع الكتله العضليه اللي بيكتسبها هيزيد عليها طبقه من الدهون هتخفي ملامح عضلاته اصلا. ودي امثله على لعيبه كبار زي روني كولمان وجاي كالتر، لما كانوا بيعملوا في الاوف سيزون الديرتي بالك كان شكلهم عامل كده. هما كده في مرحله اكتساب الوزن السيء، وده بيخلي مرحله التنشيف صعبه جدا وقاسيه عشان يتخلصوا من طبقه الدهون اللي اكتسبوها دي كلها، عشان خاطر يبان شكل العضلات بشكل هم وقفوا بيه على المسرح في الاخر. في الكلين بالك انت بتدخل سعرات نظيفه، بتبعد تماما عن السكريات والمقالي والحاجات اللي هي اي حاجه فيها دي ابيض، المخبوزات والترط وجاتوهات والعيش والكلام ده. ابعد تماما عن المقلي بكل اشكاله وانواعه، الطعميه والبتنجان المقلي والبطاطس المقليه والبانيه، الكلام ده كله بعيدا عن لعبه كمال الاجسام. الكلام ده اصلا خطر للصحه العامه. لازم اكلك يكون البروتين مسلوق او مشوي، والكارب يكون مسلوق. تالت حاجه تبعد عنها المعجنات والمخبوزات واي حاجه من صناعه الدقيق الابيض، الترط والجاتوهات والبسكوت والعيش والكلام ده، لان ده بيعلي نسبه الانسولين زيها زي السكر، وبالتالي بيخزن دهون. ومعلومه ليك، طول ما الانسولين عالي التستوستيرون بيقل، زي ما قلنا قبل كده في حلقه ازاي تزود هرمون الذكوره طبيعيا بدون حقن. اللي ما شافهاش هسيب له اللينك بتاعها في الوصف. لتضخيم الكتله العضليه لازم اكلك يكون بيحتوي على عناصر غذائيه كامله، زي الدهون الصحيه والكرب المعقد والبروتينات. طبعا الكرب المعقد زي الرز البني والشوفان والفريك والبرغل والكينوا والبطاطس، وممكن تدخل المكرونه اللي هي معموله من الشوفان مش اللي هي العاديه. الدهون الصحيه زي الاسماك الدهنيه عشان خاطر فيها الاوميجا 3، وزي الافوكادو برضه فيه زيوت صحيه وزيت الزيتون والمكسرات. حاول تاكل من 5 ل6 وجبات على مدار اليوم، ده هيساعدك في زياده الوزن. بص، عندك نوعين من البروتين، النوع ده والنوع دوت، ده معزول اكتر، فانت لو نسبه دهونك اعلى من 25% ممكن تستخدمه، لكن دوت لو نسبه دهونك اقل من 25% ممكن عشان خاطر ده فيه سعرات اكتر. بس بلاش النوع اللي هو الجينر والماس والحاجات اللي بيبقى فيها كارب ديت، لان هي بتبقى مليانه سكر وكربوهيدرات بسيطه ما تعرفش ايه مصدرها. نيجي للبروتين. بص، عايزك تعرف حاجه: اللحمه مش زي الفراخ، مش زي السمك، مش زي البيض. كل حاجه من دولت لوحدها فيهم احماض امينيه مختلفه عن التانيه. الاحماض الامينيه دي هي الطوب الاحمر اللي بتبني بيه العضلات، فانت محتاج كل الاحماض الامينيه ديت في رحلتك للتضخيم. يعني لو تقدر تخلي يومين فراخ، يومين لحمه، يومين سمك، وطبعا كله على حسب مقدرتك. وبرضه حابب اقول لك ان البقوليات فيها بروتين، بس اهم حاجه ان الاكل ده كله يتعمل بطريقه صحيه عشان عضلاتك تطلع على نظيف. في نوعيه من الاجسام الحرق بتاعها عالي جدا، والتضخيم بالنسبه لها من الصعوبات انها تزيد حتى جرام واحد عضل. ده بيروح للمدرب بتاعه، يقوم المدرب يقول له طب زود وجبه. يا عم مش قادر، انا خلاص بقى مش قادر ان انا اكل. يقول له طب زود وجبه. لا، اصل انت لازم تزود وجبه. هتعمل ايه؟ لازم عشان تضخم لازم تزود وجبه. طب انا باكل 6 وجبات، خلاص خليهم 7. انت بتبقى يا لهوي. وطبعا ده مش حل، ما هو لو زود وجبه برضه هيحرقها، هو الحرق عنده عالي. هي الفكره مش هتتعالج كده. انت كده المشكله انت بتخليه بياكل وهو متغصب، فمش هيجي عليه فايده ومش هيقدر ان هو يستمر عليه. النوعيه دي حلها ايه؟ ان انت تغير من نوعيه الاكل، تسحب خضار منها عشان خاطر ده سعراته قليله، ونزود بدلهم دهون صحيه وكرب، عشان طبعا الكرب سعراته عاليه والدهون الصحيه برضه سعراتهم عاليه. انت عندك معلقه الزيت الزيتون الواحده فيها 9 سعرات حراريه، ممكن تحط منها على السلطه بتاعتك. وتعلي البروتين برضو نسبه بسيطه، لان هو البروتين بياخد وقت كبير قوي في الهضم. طب الخضار فيه فيتامينات ومعادن، هنخسرهم؟ لا. وهنا نيجي للمحملات الخاصه بفتره التضخيم، وده هنتكلم عنه بعد ما نتكلم عن اهم حاجه هو التمرين في فتره التضخيم. بص، خلينا متفقين ان الوزن تقيل هو اللي هيبني العضل، تمام؟ يبقى الافضل انت تلعب العاب قوه زي الديد ليفت والبنش بريس والسكوات، والعب باوزان حره على قد ما تقدر. ابعد عن الاجهزه، خليها في فتره التنشيف عشان خاطر انت اصلا كده كده ساعتها هتكون انت سعراتك الحراريه وطاقتك اقل بكتير قوي من فتره التضخيم، ومش هتقدر اصلا على الاوزان الحره، فاستفاد بيها في فتره التضخيم.
البار والدمبل بيزودوا كتلة عضلية أكتر، لأن هي بتشغل عضلات مساعدة أكتر. العضلات المساعدة دي مش بتشتغل وأنت بتلعب على الأجهزة، لأن الأجهزة مخصصة أو معمولة إن هي تعمل بقدر الإمكان عزل تام للعضلة المستهدفة أثناء التمرين. فأنت مثلا لما تيجي تلعب بنش بريس، هقولك على حاجة في تمرين البنش بريس، العب بدمبل مش ببار. في الدمبل أنت بيكون عندك مدى حركي أكبر، أنت بتقدر ترجع دراعك كده ورا صدرك أكتر، فدوت بيعمل تمزق اكتر لالياف عضله الصدر. طول ما انت بترجع كده لورا اكتر كده انت بتعمل ستريتش اكتر للعضله، بعكس البار بيبقى انت اخرك هنا عند صدرك ما بيرجعش تاني لورا. وكمان الدمبل امن من البار، على اللي انت لو الوزن تقيل عليك او خلاص مش قادر ترفع او جالك اللي هو الفشل العضلي، انت هترمي الوزن من ايدك، هترمي الدمبل خالص. لكن البار بنشوف فيه حوادث وبلاوي في الجيم، لان هو بيبقى بيقع على صدره ورقبته. بنشوف ضحايا كتير في الجيم بسبب تمرين بنش بريس بالبار ده. نيجي للكارديو. الكارديو في التضخيم مهم جدا زيه زي في التنشيف بالظبط، جزء اساسي من التمرين هو الكارديو. لو مش بتلعب كارديو وزنك العضلي مش هيزيد، لان الكارديو هو اللي بيوصل الاكسجين والدم للعضلات، بالتالي العضلات بتسحب او بتمتص الفيتامينات والمعادن بصوره احسن. العب 3 مرات في الاسبوع كارديو من ربع لنص ساعه. وبالنسبه لجسم الكارديو الاكثر نفعا من وجهه نظري للجسم، بص لو هنرتبهم كده، الستير ماستر وبعدها الاليبتيكال وبعدها المشي او جري او نط الحبل. وطبعا اهم ملحوظه في الكارديو ان هو يكون بعد التمرين مش قبل، عشان خاطر لو قبل انت هتستنفذ طاقتك فيه مش بتقدر، لا انت طاقتك اولى بيها الحديد، او ممكن تلعبه في وقت منفصل، مثلا تروح الصبح تلعب كارديو وبالليل تلعب حديد. المهم ان هو ما يكونش قبل التمرين ولا حتى تسخن بيه، لا لو انت عايز تسخن سخن العضله المستهدفه والعضلات المساعده بتاعتها. يعني مثلا النهارده لو عندك يوم صدر، سخن عضله الصدر والعضلات المساعده بتاعتها اللي هو الكتف الامامي والتراي. لكن ما تطلعش تنهج نفسك على الكارديو وتطلع في الاخر حتى لو 2 3 دقايق، انت بتطلع برده مستنفذ طاقتك كتير قوي بسبب الكارديو. نيجي لجزئيه الراحه. فتره التضخيم مهم جدا انك تريح على الاقل 2 يوم في الاسبوع من التمرين خالص، عشان جسمك يعمل مسار ريكفري او استشفاء للعضله، ان العضله مش بتكبر في وقت التمرين، العضله بتكبر في وقت الراحه. لكن طول ما هي عليها ضغط 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 مش هتكبر، بالعكس ده ممكن تصغر. يعني في مره حد بيقول لي هو ينفع لو عندي وقت اروح الجيم مره الصبح ومره بالليل؟ قلت له تقصد الصبح كارديو وبالليل التمرين يعني؟ قال لي لا الاثنين حديد. قلت له انت بتروح كام يوم في الاسبوع؟ قال لي كل يوم. قلت له بتروح كل يوم الجيم وعايز كمان تروح الصبح وبالليل؟ مستغرب ان جسمك ما بيتطورش. في ايه يا حبيبي؟ انت كده بتهد بس ما بتبنيش. ده اللي بياخدوا هرمونات ومحافظين على وجباتهم ونسبه بروتينهم ما بيعملوش كده. ما تخليش حماسك اللي في الاول ده يعطلك عن هدفك. وافتكر انك لو مرتحتش مش هتزيد كتله عضليه ابدا. ساعات العضله مش بتبقى لاحقه انها تخف اصلا. يعني عندك عضله الباي، عارف العضله دي شغاله معاك في كام يوم تمرين؟ طبعا بتشتغل في يوم الدراع لما بتيجي تتمرن باي وتراي، هي بتبقى شغاله ده اكيد، وشغاله معاك في يوم الظهر، وشغاله معاك في يوم الكتف وانت بتلعب التمرين اللي هو الكتف الامامي ده، وشغاله معاك في يوم البنج وانت بتلعب على جهاز الفراشه. حس كده تلاقي الباي بتاعتك شغاله. طب كل ده ضغط عليها، هتلحق تخف امتى؟ معظم الشكوى اللي بتيجي من الناس اللي في المجال دوت بيقول لك الباي بتاعتي صغيره ما بتكبرش. اديها فتره راحه، خليها تلحق ان هي تخف ويحصل لها استشفاء لكل الالياف اللي عاملين احنا نقطعها على مدار الايام اللي بننزل نتمرن فيها، وهي هتكبر. نصيحه كمان بخصوص الراحه، ما تخافش من فكره ان انت تاخد من 4 ل5 ايام راحه بعيدا عن الجيم تماما وبعيدا عن الكارديو وبعيدا عن كل حاجه، بعد ما تكون قضيت فتره 5 6 شهور تمرين بقوه، لان الراحه دي او الدي لود هي اللي هتخلي جسمك او عضلاتك والجهاز العصبي بتاعتك يرجعوا تاني بقوه، وبتلاقي فيه تطور بدل ما كنت انت وصلت لمرحله خلاص اللي انت ما بتزيدش. الراحه والتمرين الاثنين مهمين وبيكملوا بعض. نيجي للمكملات بتاعت فتره التضخيم. الاساسي معانا طبعا البروتين، لو انت مش بتقدر تاخد احتياجك من الاكل هتستخدم النوع العادي ده. لو انت دهونك اقل من 25% انت كده محتاج سعرات، لكن لو انت دهونك عاليه لا انت مش محتاج سعرات كتير، انت ممكن كفايه اول انت تستعمل الايزوليت ده. ولو انت دهونك قليله بس عندك حساسيه من اللاكتوز، لا ممكن انت تستخدم، سيبك من ده وتستخدم ده لان ده يعني متفلتر اكتر من اللاكتوز، او ممكن تستخدم الهيدرو. بص لو انت بتاكل كويس وبتقدر تدخل لجسمك كل يوم اكتر من 1.5 جرام لكل كيلو من جسمك بتقدر تدخلهم بروتين، يبقى انت مش محتاج المكملات دي خالص، وفرها وخليك في الاكل احسن، ان الاكل غني اكتر بفيتامينات ومعادن وديت مش موجوده فيهم خالص، دورة مجرد بروتين بس.
ممكن بفلوسهم تجيب حاجات تانية أهم زي الكرياتين، ده من أهم المكملات ومعانا في التضخيم وفي التنشيف، وهعمل حلقة مخصوص عنه عشان خاطر لقيت منتشر حواليه كده معلومات ملاش أي علاقة بالعلم، كله بيقول سطر معين بيدخل مية جوه العضلة والكلام ده، هبقى أتكلم عنه بطريقة مفصلة أكتر، هعمل عنه حلقة مخصوص. المالتي فيتامين وده برضو معانا في التضخيم وفي التنشيف، وعشان خاطر الناس اللي احنا قلنا لها اسحب منها الخضار ودخل لحاجات تانية، ده يعوض المعادن والفيتامينات اللي في الخضار. كبسولة واحدة يوميا بعد الفطار يكون كويس، ولو في مقدرتك يكونوا كبسولتين يكون افضل. فيتامينات بي المركبة، وخصوصا لو انت شخص نباتي ما بتدخلش جسمك البان وبيض ولحوم وكده. الجلوتامين، وده ليه دور مباشر وغير مباشر للعضلات، هو كويس جدا جدا لصحة الامعاء، وطبعا طول ما انت بطنك كويسة ومش بتوجعك هتقدر تدخل كمية الاكل المطلوبة منك يوميا وعدد الوجبات اللي انت المفروض تدخله على مدار اليوم، وكمان بيقلل معدل الاجهاد والهدم العضلي وبيحسن من ادائك في التمرين. والاوميجا 3 طبعا، بقول لك ايه، في فترة التضخيم دخل كل المكملات اللي تقدر عليها ما عدا طبعا حوارق الدهون، ديت خاصة فترة التنشيف وانا بنتكلم عنها برضه. لحد هنا خلصت حلقتنا عن التضخيم، الحلقة الجاية هتكون عن التنشيف. ايه دي شوية، اللي عنده اي سؤال يسيبه في التعليقات، وحابين الحلقات الجايه تكون عن ايه، انا بعمل حسب طلبكم، يعني انت طلبت التضخيم والتنشيف، انا عملنا التضخيم، اللي الجايه هتكون التنشيف، فقولوا لي محتاجين ايه تاني، وما تنسوش تشتركوا في القناه، واشوفكم الحلقه الجايه.